قضية هانيبال القذافي لا يخفت وميضها، فنجل القذافي يستمر بإضرابه عن الطعام احتجاجا على مماطلة السلطات اللبنانية في حسم قضيته ولتعرضه للظلم وفق قوله. هانيبال نقل إلى المستشفى وشخصت حالته بالخطيرة. في تصريحات سابقة للعربية أكدت موكلة هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ أكثر من 7 سنوات، أكدت تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر، حيث رفض نقله للعناية المركزة بعد انخفاض حاد في نبضه. كما حملت موكلة هانيبال جميع الجهات المسؤولة المختصة المسؤولية عن سلامته، مطالبة بالتدخل للإفراج عنه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.